بقية أحلى وجبات ذقتها في حياتي النهار. بقية خالد مجيد في أنا مجيد بقية يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. تاكلون لنبدأ تاكلون لنبدأ. شوف اليوم قمت والله ذقت شيء ما دخل من شيء والله اللي ناقص مسكينا خبز خبز. طه طه منير والله جوعانين ترى. طه معنا اليوم فايز بالبيتزا مالي. ماشي ما شفت البيتزا اليوم في البيتزا. لا البيتزا طال عمرك مشروع قص قال اللي والله هالكبر يا الله. وش وش انت معهم مطبخ اليوم؟ اي احنا كرماء كرماء الزبائن عليك. هذه بيتزا طبعا الحمد لله وبكره ان شاء الله فايزين باذن الله. انا وخلي العظيم قول لي 95% الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله يا رب. يا منير يا منير تطبخ لهم بسرعه ورانا مسابقه. يا حبيبي طبخه ما اعرفها بيت تدوب ما ادري كذاب لساني محروق تصدق يا من كذاب ترى هذه كلها محروق صلوح. شربت شاي حار يكون معي انا في عمركم شربتوا شاي حار؟ روحوا طبخنا. ها يا اخي من قال تشرب الشاي بارد؟ انتم ما تحطون الثلاجه؟ لا ايس تي قريبة زين. الغازيات تشربونها الغاز هذا العصير الغازي هذا هذا افور على الماء على الماء واشربها انا مصر عليها صدقني. كولا ما فيها اي خصم صدقني. كولا الكولا تشربونها حار ولا بارد؟ لا ها بلدة ها بلدة. سبحان الله احنا نسخنها ونفورها فورها انا على على ورق على جمر كولا جمري خلود بتكون معنا على كيف كيفك الحين جاكي وانت انا غصب عنك خلود من بعد غصب عنك ما شو هاي فريند they know nothing about this they know anything بس وش السالفه؟ توهقت how can I tell them؟ اوكي تصدقون؟ لا انا ما كنسل. اوكي وصل تصدقون على معلومه ولا ما تصدقون؟ تقولون ان الانسان نفس البني ادم اذا توفى مات؟ اعوذ بالله هل تعلمون ذلك؟ وش هو وش هو؟ الانسان نفس البني ادم اذا توفى مات. من روحي انصدمت صدق عادي يا عبد الله تصدق. انا كل يوم انا اقول انا ذاكير قايلها لك. لا لا فارس ولا ولا لا لا هذا طال عمرك استنتاج. عبد الله يا فارس امري غريب داخل وين فارس عبد الله سوى بنجه سبات العمي. اسمع يا مني شبعت ما عاد اشتهيت فقده يا اخوي ما عاد اشتهيت عاجل فقده يا مني شبعت ما عاد اشتهيت. ترى هاي المشكله انه بيطلع بطاقه على طول على كل طبق بطني عاد تدري هذا موضوع علمي عن ذا الشيء مجيد يقولون ان بطنك تفت ما جوعان هذا موضوع هذا طال عمرك يسبب طال عمرك الشبع فهمتوا الشبع الحمد لله من فضل الله مهيد للصحة زين الله يضيق يعني ما هي مشكلة ما هي مشكلة هذه هذه يمكن تدري تدري في العالم تدري يعني منها تدري شفت الجوع انا بعد يعني بعد بحث وكذا اكتشفت له حل خلاص الاكل وصلنا وش وش الجوع وصلنا جزء تبارك الجوع ما له حل الا الجوع. بحثت بحثت يعني بعد دراسه طويله انا كملت كملت الدراسه هذه والعطش العطش ما شاء الله ايش الحل؟ انا اعلن اصحابي عن الخطبه هذه انا كنت يا سعد لا لا هذه انا 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 بركش الخطبه انا الصراحه ما عجبني كلام هون انا 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 ما عجبني زوجي ولدك واحده انا الصراحه ما اتوقع الدراسه هذه دقيقه 100% صدقني خبل عملت تجربه على عدد من الشباب مستحيل واحد ياكل يشبع يشبع طيب وواحد يجوع ياكل سويت تجربة أنا مستحيل تجربة أنا تجربة على شقاقي على البلدية نحن قوم لا نأكل أنا أعلم خروج عن القرية وإذا أكلنا لا نشبع هذا يناقض أنا أعلن خروج أنا أعلن خلي عن الوظيفة نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع معلومات علمية استفيد منها إنسانية من الأمة الإسلامية أكثر كلمة يحب عبد الرحمن دفنا إنسانية حديث ما عندكم إنسانية والله صدق لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب تدرون بقول لكم شيء كيف ما يشبع ابن ادم الا التراب؟ لا يملا جوف ابن ادم الا التراب هذا بعد حديث بعد؟ حديث هذا اظهر انه بعد ما شو اسمه لو شو اسمه لو اوتي فيما معناه واديا من ذهب لابتغى اخر لتمنى ثالثه اتمنى لو اوتي الناس لو ان لابن ادم واديا من ذهب لتمنى ثالثه واديان ما او كما دائما ينطق حديث ما تعرف اقول او كما قال اقول لكم الصدق بقول لكم الصدق ما دام ان الموضوع كذا انا اول ما دخلت البرنامج اقول لكم الصدق بقول لكم اعتراف رسمي من عبد الله بن دفنه كان طموحي لا والله كان طموحي 10000 10000 متابع بس والله العظيم كان طموحي 10000 متابع يوم طلعت انه زايدين عندي فوق 30 40 ما شاء الله قلت يا اخي ليش ما يوصلون 100 200
الله طمع طمع وش هذا ما طمع هذا ضمور اي متعبين من الرسالات لا اسمع اسمع والله ما معي ايش ضمان اني بحط اكونت لا الظاهر اني بحط في اكونتي ترى صالح هي هي اسمح لي من الرسالات اصلا يا رجال تصل ان شاء الله انا ان شاء الله اوصل 100000 يوم ما اوصل 100 200 بكون طموحي 500 يوم ما اوصل 500 بكون طموحي مليون يوم ما اوصل مليون بكون طموحي مليون هذا الشيء الايجابي هذا الجميل والله بالمرتانة غير هذه ليش إنسان ما يوصل لحد الاكتفاء وما يصير عنده قناعة ليه في سبب من الأسباب لا أحد الأسباب أن الإنسان ما يكون عنده اكتفاء ولا يقنع باللي عنده إنه يشوف غيره أنا الحين الله عندي مثل رصيدي في 3 مليون ومكفيتني أموري ما شاء الله ولك الحمد محقق كل أحلامي وطموحاتي والشيء اللي أبيه موفر بس أنا صالح خوي رصيده في 20 مليون يا ولد 20 مليون وانا 4 مليون شفت يا ولد ما يجيني انا من داخل لا ابغى اتعدى صالح واشتري افضل من اللي عند صالح مع اني انا مكتفي اساسا اي نوعين النوع اللي قلته انت النوع الثاني اللي عنده قناعه يطبخ اللي عنده لكن يبي زياده طموح على طموح يعني مثلا انا مثلا عندي 10 مليون طبخ النار طموح ال 20 مليون طبخ النار انا اروح اكل النار صالح عنده او لا علشان مثلا ابذل الخير اكثر عندي قناعه بال لا اترك هذا انا قلت في نوعين حاسد اني على ال 20 مليون عقد لا انا اتكلم على ال 20 مليون انا بس اقصد على اللي ما يقنع شيء ها عرفت في فرق بين القناعه وفي فرق بين لا بس انا اقنع اقنع باللي عندي ما عندي مشكله اني انا اشتغل وكذا انا استثمر فلوسي عادي كل الناس انا استثمر فلوسي حلو لكن في ناس ما قانع في ناس عنده مثلا بيت عنده كل شيء لكنه ما بقانع تلقاه يتحلط هو مكتفي اساسا هو فوق الاكتفاء اقول لكم شيء تدري الانسان لو ما عنده الصفه كما تطور الحين سبحان الله يوم اخترع المصباح مولد يوم اخترع المولد يبغى التكييف يوم اخترع الصحراوي عطنا خبز يا منير على طايره عبد الله عبد الله دفنا شفت يوم انك تقول انا ابي 10000 اذا صار عطنا خبز يا منير ذكرت البيت يصير تو اجري في يعني معنى البيت انه كنت انا ابغى اكلمك السلام عليكم اقول لك ايش قال ياسر تو يدري انه كنت انا ابغى السنه بعدين جبت الكمل بالكامل يعني الله قول قول قال الكمل اي وش قال شو بيتك فوق قال ابي السنه بعدين جبت البيع الكامل كيف خطف السنه مو اليوم الحمد لله خطفت كل البعير انا وجهي خطفت كل البعير يا الله يا الله عندك عرقبه يا رجال يدور 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 وحده يدور يدور جيت تبي تطرح البعير ثاني اسبوع طرح المهم طلعونا من الموضوع البعير نعم يا جرام نقص والله يا بارح سويت راح ذقي اليوم تقول لي كذا اقول فلاش موب اليوم ها سوي فلاش موب تكفى فلاش موب يا عبد الله والله خاطري اسويه تكفى انا خاطر اسويه والله والله ما اختاركم عندي والله ما على كيفك والله تصير اصدقاء فارس رحت للاداره تدري وش قلت لهم؟ خذني يا ابو مبارك وقف معنا تدري وش قالوا لي؟ تدري ايش قال تدري ايش قالوا لي؟ قال هذا وجهي اذا اخذت الفخذ قلت لهم اريد الفلاش موب اسوي قالوا لي اصلا هذا فلاش موب اسميه هذا فقره كوميديا قلت لهم خلاص اريد اعيد فلاش موب قالوا ورفق انا ما نعيد لك عفا عليكم مني قالوا بسوي دراسه ان شاء الله بشوف قلت لهم على العموم على العموم اذا فكرتوا انكم تعيدون فلاش موب اريد عندي الاعضاء ابو كاتم سامي الجعوني ناصر الحربي فايز المدخلي فارس السهلي اذا العريفي عندنا ما في مشكله يعني مارينا وش سنه محمد منتبه لك لا لا انا راي لا على العموم يعني قلت لهم نبغيهم عندي ياخذون الدور فهمت لاني ما ينفع لهم عز الله اخترت وكاتب قدامي عشان يكون موضوع جدي اسالكم شيء يعني فلاش موب امس انا قلت الشباب قلت اجمل فلاش موب مر علي في حياتي مع اني انا شفت فلاش موب كندي وبريطاني رسب من الابتسامه يعني. والله مو رسب قلبي تقطع من الابتسامه قال اريد ثلاث ايام اكون ضايق والله العظيم اني ما بحط حتى الواحد ما بضيق ما بضيق بروحي ايش رايك تخلي ابو قاسم هو العامل اللي ساعدني واحد خلينا نجرده يا عيال اسمع المعلومه خروج
اسمع اسمع المعلومه دي تمثيليه يا اخي اسمع المعلومه دي الذهبي اسمع سحسوك في الحلقه الذهبي يقول الواحد في القريه حتى اذا بيتضيق ما يقدر يضيق بروحه يعني انت جيت بتنفس تروح تنفس يجي واحد ينفس خلوا واحد ينفس حاله والله امس طلعت على اللحمه الزايده والله يا فلاش مو بحق امس انه يا ولد تدري تدري ايش اللي قبل كبدي اسعدني سعاده مو طبيعيه تدري يقول ضحك كنهستي فارس متفقين اني وياه يدخل لي يقول مرحبا يا ابوي الحمد لله على السلامة لا اله الا الله استغفر الله دخل لا اله الا الله ميت عزا مقبرة دف جني لا هو دف جني دف جني هذه مختلفة الأمير والقهر الثاني وش داخل الكشف الرب كشف والله اسمه هو كشف الرب تدري وش الغرفة عندنا غرفة مريض هناك فهمت سويته رحم الشايب قلت له أول مرة تدخل تحصل العامل اسلوبه طيب مع ابوك تقول تعشى يقول ايوه يقول بابا تمام كل شيء تمام وتطلع فجاه جاء هاوشه على طول جاء هاوشه انا اقول اقول لك كذا يعني خربت ام الفقره باختصار احاول ارجعها فهمت اقول فزان وهو طالعني يضحك لا ما والله ضربته قمت انا وضربته من اللي بدخل خربها علي اذنك زين الطير شو مسافر هذا شوف كيف توجع امس شهبدني هبد امس ضربني ضرب طلع حقوق ضربني على فمي شلني يقول باف باف والله يا راسي انا اسمع الدبج والله لا تدري متى اضحك انا شغال سبيكر فجاه يكتم دريت انهم يعيدون يشتغل سبيكر بعدين فجاه يكتم محترم الشديد ولدك حاطك بغرفه التعذيب مظلمة والسرير بالنص ابو كاتم وين ابو كاتم فيها ذكريات سيئه للمتسابقين لا لا انت تشوف الديكور مظلمه ولمبه فوق انا ليش اخترتها انا اخترتها لانها اكثر غرفه نكون فيها جديين فقلت ان شاء الله اكون جدي فيها اكثر غرفه تطلع فيها على الهواء صالح صالح ابو داخل ما يتكلم حتى سلمنا عليه ما يتكلم يرجعوا يرجعوا يتكلموا يتكلموا على الصدر ليش يا ابني ليش يا ابني خلي ولدي لا يا ابني يا ابني ولا ولدي يا ابني انا نفسي اشوف رده فعل مخرج في مسلسل مثلا معطيه بن دفنه دور ومعطيه النص اذا جاي يمثل اول دقيقه طالع من النص كذا يسار والله يا بن دفنه انا جربت بكذا مسرحيه لا تعطيه ما يتقيد اي النص ما يتقيد لا تعطيه نص يبقى لا ما يفلم لا لا معنى تقيد يوم الامارات موضوع جدي هذاك عطى الامارات انت ما في غير كذا شوف شوف لا لا فيه انت عندك مثلا مسرحيه ما لها علاقه في الامارات دخلها بدور اماراتي بس يجيك كذا غصبا عني يضبط يمشي عن النص بعد هذا رز اول رسميه هنا يا رجال يا جماعه مسرحيه يده توجع شل يده قال ماني متكلم انا عن الحرب وانا يدي مكسوره لا نفسك وخلينا عقوق بالامارات ايوه عشان يضبط الامارات ما فيها عقوق لا انا قلت له نبغى ندور يوم نسوي الحمله احنا الشباب بندر نبغى موضوع مختلف كان نبغى نتكلم عن الوطنيه حبيبي من بين من بيننا المعذور ما له طاري غير الشميمي اللي تواقد ناره طال عمرك اوكي هيا بنا يمكورين الغتر شباع تتساند على شباع هاي اسمع هاي تعشر صالح قال وطني انا وطني قلت يا ابن الحلال نبي موضوع كلنا كنا نقول وطني ولا مستورد لا قلت يا ابن الحلال انت فل الوطنيه عندك ما شاء الله كويس بس نبغى موضوع قيمي مختلف الوطن كل شيء بتكلم عنه نتكلم عن الوطن لا اله الا الله هذه حمله ابن الحلال كلنا نحب الوطن زرع والله كلنا نحب الوطن صبر صبر زرع الوطنيه في نفوس الاطفال الصغار استهداف الانسانيه الانسانيه هو لازم كل شيء يدخل في الانسانيه فهمت فكانت والله موضوع مجحف يلا حطها مجحف صح ولا غلط وكانت دلدنه جميله اليوم يبغى لنا كلمه ما تطلع على ولا احد اي أيوة والله كان موضوع جزري تاكله لا جزري كيف جزري ايش كلام بعدين قالوا وش سكري قلنا السكري انا سكري سكري انا سعودي ام فروم امارات انا سكري انا سكري خبز فيك اسمع بقره
بؤرة الفساد؟ سعود الله وياك. وش بؤرة؟ صبر صبر صبر، وش بؤرة؟ بؤرة أنت؟ بؤرة من الطيب. اقعد والله. بؤرة حفظ. أجل أنا بؤرة. أسف أنت بؤرة؟ أنا اليوم. حلوة حلوة. والله مغمزتك ما شفعت لك. بؤرة ولا حاشي؟ حلوة 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 حلوة. بقرة 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 ولا غنمة؟ راح كل ما له يشرب ماي زيادة. وش اسم سعد؟ بقرة ولا بعد بقرة؟ لا هذا انا قلت تو بقرة ولا اليوم؟ لا غش تجاري غش تجاري. لا لا بقرة ولا كابوسة؟ حلو يا الربع المسابقة تكون عجلوا يا النار ترطبت زيد خيرك متى؟ النار من شبابها طول عمرك 9:30 كم ساعة؟ هاو اليوم؟ كم ساعة كم ساعة؟ سيرو ناين سيرو سيرو نو سيرو ناين والله يقلد فلبيني صح. سبحان الله فلبيني بخشم طويل. لا لا للعصر فلبيني بخشم طويل وعين وسيعة. سبحان الله للعصر. لا اندونيسيا فلبيني تشاينا هذا مش اصلي. ما انا راح كنت ترى مع باغا بندر اقسم بالله العظيم المسابقة الحين بالله الكريم امي شعرها راسها شعر. طيب وش وش المسابقة وش؟ حسب بطل ها؟ ولا يسلم على ربعي وخلاني يلا الربع تكفون تعبروني ابعد ابعد البس بدلة ولا ما يحتاج؟ الجد حمدان اول حدان محمية صح؟ نعم صح صح صالح الجدة عندنا و عفا يا صالح يا صالح يا صالح ابدا 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 ما تبي؟ مجيد البس بدلة. لا قاعدين. والله. الله. بس عجتك. جلس. الوقف اليوم نبي نكملها بس ساعتين الأخيرة ذي. شراء خلاص يا عيال. اليوم كلنا يشارك. أشرب عزك. ها بدايتها تصدر النار. اليوم كلنا يشارك بالوقف. مسكوني ذولا هذول. اليوم نبي نقفل 6 ملايين تقريبا باقي. باخذ كاسك باخذ كوبها. خلاص. كلنا يشارك. اليوم شعلوا الحلقة خلوها تقفل. زد خيرك الساعتين هذه. اللي قبلها دخلنا 10 مليون بساعتين 6 مليون نقدر عليها ان شاء الله بساعتين اليوم باذن الله ناس شكر باذن الله. الله منيف ها. المسابقه تخاوز ما تخاوز اعجل يلا يلا ان شاء الله وين رايح بجيك بجيك بنزل دفتر وجهك تنزل دفتر حمول على ظهرك تعال انت دفترك يلا بجيك الحين يلا ناس للاسف يلا عجلوا تكفون الله يرحم والديكم خلصوا والله مسامح يوم شبع قال والله تدري اني انا قايم عشانك اشغلت يا اخوي عشانك ام اشغلت 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 اقول محروم مسابقة تخيل تخيل تدخل محل كل ساعات تقول اغلى ساعة وين اصلا كارديال بيعطوني ساعة بدون مسابقتك اغلى ساعة بيعطونك اغلى ساعة حرام الكذب النار القيامة يا حبيبي نجيبها بفلوسنا خلاص وش كل بيمناك وما ادري ايش يلا يا عمي خلصنا خلينا نروح تسلم حملتك بيمناك والدي والديكم في الجنه اللهم امين امشي عز يلا تهنى بسم الله عليك الرحمن الرحيم راك راح كنت خليت مع بسم الله على الصحن جني انت تدخل فيني